بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة الشعب العربي الفرقة الثانية، المستوى الثاني، مادة المحاسبة المتوسطة 2، المقرر على المجموعة 1 و2 انتصام، والمجموعة 3 و4 اكتساب. صباح مشرق بغد أفضل إن شاء الله. يحاضركم محمد عبد الحافظ في شرح الجزء المتعلق بمشاكل القياس والعرض المحاسبي لعمليات البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية من خلال أسلوب التعليم عن بعد، والذي يتضمن عدد 4 ملفات بالإضافة إلى المقدمة التعريفية. والله الموفق، محمد عبد الحافظ. بداية، لابد من تعريف ما المقصود بعقد البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية. من التعريف نستنتج السمات المميزة لهذا النوع من النشاط، والذي يفرقه عن أي نشاط آخر للبيع. فيمكن تعريف عقد البيع بالنوعات بموجبه: تنتقل حيازة السلعة محل العقد من يد البائع إلى يد المشتري للانتفاع بها، على أن يقوم المشتري بسداد ثمنها على أقساط يتفق على مقدارها ومواعيد تسديدها، وتظل السلعة طوال فترة التقسيط ملكا للبائع، ولا تنتقل ملكيتها للمشتري إلا مع سداد آخر قسط من ثمنها. من هذا التعريف بنستنتج إن نشاط البيع بالتقسيط يعتمد على أسس معينة. فهو أول عقد، والمعروف أن العقد شريعة المتعاقدين بين البائع والمشتري. ثانيا، هو انتقال للحيازة بغرض الانتفاع من يد البائع ليد المشتري، ولا تنتقل معه الملكية. وشروط الملكية: انتقال الملكية تعتمد على أن يلتزم المشتري بسداد الثمن على أقساط يتفق في العقد مقدارها، مواعيد تسديدها، وشرط أساسي طوال فترة التقسيط السلعة ملك للبائع، ولا تنتقل الملكية للمشتري إلا مع سداد آخر قسط من ثمنها. من خلال هذا التعريف بنستنتج السمات المميزة لعملية البيع في التقسيط. أول سمة، إيه الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع بالأجل؟ هناك فرق أكيد. إذا اتفق في التعاقد على أن ملكية السلعة المباعة تنتقل بمجرد توقيع العقد في البداية، اعتبر هذا التعاقد بيع بالأجل. أما إذا اتفق على أن الملكية لا تنتقل إلا مع سداد آخر قسط، اعتبر هذا التعاقد بيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية. وعلى هذا الذي يمثل الفرق بين بيع الآجل وبيع التقسيط هو انتقال الملكية. فالبيع الآجل تنتقل الملكية بمجرد توقيع العقد، أما بيع التقسيط تنتقل الملكية مع سداد آخر قسط. نمرة 2، في عقود البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية لا تدخل السلعة في الذمة المالية للمشتري، بل هي تحت حيازاته فقط. وهذا بالطبع الغرض منه الحفاظ على حق البائع حتى يتم سداد جميع الأقساط. فانتقال السلعة للمشتري وفقا للعقد لا تتم إلا بغرض الحيازة والمنفعة فقط. السمة الثالثة، تؤدي عمليات البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية إلى تجميد جزء من أموال البائع لدى المشتري، فهو يلجأ إلى استخدام معدل الفايدة، غالبا ما يكون
المعدل السائد في السوق لتعويض فرص الربح الضائعة. وعلى هذا نتيجة انتقال السلعة من البائع للمشتري بغرض الانتفاع والحيازة أصبح جزء من رأس مال البائع عند المشتري لدى المشتري. لذلك للتعويض عن ذلك يأخذ بالإضافة إلى الربح هي الفايدة، قد تكون هي الفايدة السائدة في السوق أو أكثر منها حسب الاتفاق بينهما. إن الاشتراط البائع السمة الرابعة، إن اشتراط البائع الاحتفاظ بملكية السلعة محل العقد حتى يتم سداد قيمتها بالكامل يعتبر تحفظ يقصد منه حمايته من توقف المشتري عن السداد، إذ يمكنه في هذه الحالة رفع دعوى لاسترداد السلعة محل العقد وحمايته من دائن المشتري، لأن السلعة محل العقد لا تدخل في الضمان العام لهؤلاء الدائنين، إذ أنها تعتبر قانونا ملكا للبائع حتى يتم سداد جميع الأقساط. كل هذا بغرض حماية البائع، لأن العقد اتفق فيه بين البائع والمشتري أن الملكية لا تنتقل إلا مع آخر قسط. وعلى هذا دائن المشتري الذي لديهم مستحقات لدى المشتري لا يستطيعون الرجوع على هذه السلعة بأي حال من الأحوال، فهي لا تعتبر من ضمن ضمان العام لدائني المشتري لأنها ملك للبائع. مزايا وعيوب البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط يحقق الكثير من المزايا سواء على مستوى البائع أو على مستوى المشتري، بل بالعكس إنه يعتبر ميزة لتحريك السوق نفسه، لتحريك السوق السلعة من حالة الكساد إلى حالة الانتعاش. فبالنسبة للبايع ما هي المزايا وما هي العيوب؟ بالنسبة للبايع بتمكنه توفر للبايع إمكانية تصريف الكثير من منتجاته في ظل المنافسة الشديدة من خلال أسلوب التسهيلات في الدفع. بالطبع، فكلما زاد المخزون لديه زادت تكلفة الاحتفاظ به، أما تصريفه في ظل المنافسة يعتبر شيء ممتاز عن طريق التسهيلات الائتمانية. نمرة 2، يوفر الضمانات التي تكفل للبائع تحصيل باقي الثمن المؤلف من خلال شرط حفظ حق الملكية وكذلك حقه في سعر السلعة في حالة توقف المشتري عن السلعة، وقد سبق عرض ذلك حيث أن الشرط الاحتفاظ بحق الملكية حتى آخر قسط يضمن له سداد جميع الأقساط. وإذا تأخر أي قسط من حقه سداد السلعة. نمرة 3، يوفر البيع بالتقسيط للبائع السلع النقدية من خلال حصوله على مقدم الثمن نقدا وباقي الثمن في صورة كمبيالات أو شيكات أو إصرارات أمان. بالطبع، طب مجرد بيع السلع توفرت للبائع سلع نقدية سواء بقى في شكل كاش نقدا أو بأي أسلوب من أساليب السداد التي يمكن تسهيلها سواء الآن أو بعد ذلك بخصمها لدى البنك. الميزة الرابعة، توفر آلية البيع بالتقسيط قيام البائع بخصم الأوراق التجارية المسحوبة على المشتري لدى البنوك، وهو ما يوفر له السيولة اللازمة لزيادة حجم أعماله. فبمجرد السداد سواء نقدا بصفة المقدم أو شيكات أو أوراق تجارية أو كمبيالات أو إيصالات أمانة وخصمها، هي توفر النقد وبالتالي توفر السيولة وبالتالي يتمكن من زيادة حجم أعماله. أما العيب فهناك عيب واحد، قد يضطر البائع أن يسترد السلعة في حالة فشل المشتري في سداد باقي ثمن السلعة، وقد تكون السلعة المستردة في حالة سيئة
يصعب معه إعادة بيعها، مما يعرضه لخسائر قد تفوق خسائره في عدم تسريب هذه السلعة أصلا. بالطبع، فاسترداد السلعة بعد فترة من الزمن قد تكون، وليس هذا مؤكد، أنه قد تم استخدامها بطريقة سيئة، وبالتالي عملية إعادة بيعها أو تجهيزها للبيع يكلف البائع العديد والكثير من التكاليف، مما يعرضه للخسارة. ولكن يجب الرد على هذا، فإن البائع عند كتابته للعقد أكيد وضع في اعتباره حجم الخسائر المحتملة، وتم كتابة العقد في ظل هذا الخطر، خطر التجارة، خطر البيع بالتقسيط. بالنسبة للمشتري، كما أن هناك مزايا للبائع، فأكيد أن هناك مزايا للمشتري. الميزة الأولى، يوفر للمشتري الحصول على سلع عالية القيمة مهما من خلال مقدم ثمن بسيط، حيث يوفر للمشتري حيازة السلعة والانتفاع بها على الرغم من عدم قدرته على سداد ثمنها نقدا او خلال اجل قصير. وهذه ميزه في الوقت الحاضر، خاصه في الوقت الحاضر، فالحصول على السلع الغاليه عاليه القيمه اصبح من الاحتمالات المستحيله. ولكن مجرد دفع مقدم ثمن قد يمكنه من الشراء العديد من السلع على أمل زيادة قدرته الشرائية في المستقبل، وبالتالي يستطيع سدادها فيما بعد. نمرة 2، وهذا ما يوضحه ميزة نمرة 2، يوفر للمشتري سداد ثمن السلع المشترى على أقساط بشكل يتطابق مع ظروفه وإمكانياته المادية. سبق عرضه في نمرة 1، إن مجرد دفع مقدم فقط في هذه اللحظة من الزمن يمكنه من شراء العديد من السلع وتقسيط الباقي على عدة فترات تبعا لإمكانياته المادية المحتملة في المستقبل. ولكن توافر لديه القدرة الشرائية على أمل المستقبل. العيب الوحيد بالنسبة لهذا التقسيط مع حفظ حق الملكية هي طبيعة وسلوكيات المشتري، حيث قد يغري الشراء بالتقسيط المشتري على شراء أكثر من سلعة معمرة، وكلما تعددت السلع التي يشتريها كلما زاد عدد التبديلات والشيكات وإصابات الأمانة التي يحررها، مما يجعل ديونه تتراكم وقد يعجز عن سدادها من دخله، مما يوقعه في مخاطر عالية من نقص في السيولة النقدية. ولكن هذا مردود عليه، حيث أن المشتري يجب أن يتبع نظام الشراء الرشيد وفقا لإمكانياته المادية المستقبلية المحتملة، وليس وفقا لإمكانياته الحالية.